زي ما قلنا لكم قبل الفاصل، معانا النهارده بطلين من ابطالنا اللي كانوا مشاركين في قادرون باختلاف. محمود احمد بطل العاب القوه اللي انضم امبارح لبيته النادي الاهلي، وكمان الطفله تالي عبد المنعم اللي وجودها الملائكي في الحفله كان مميز وخطفنا كلنا. ومنورنا كمان والده تاليا استاذه هدى، اهلا بيكم ومنورنا. اهلا بيكم يا تاليا. نعم يا حياتي. عامله ايه؟ تمام الحمد لله. مبسوطه انك معانا؟ طبعا. اخبارك ايه؟ عاملين ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه وصحه وسلامه. يا حياتي. انا بس عايزه اعرف ليه انت ماسكاه في ايدك بس الاول كده ومبسوطه بيه قوي كده؟ بصي وريه ادي كده. ايوه ده علم. وكمان بصوا ايه العلم ده، جبتيه منين؟ احكي لنا. ده الكابتن محمود الخطيب اداهولنا باساس احنا اهلاويين ورحنا نادي الاهلي. لا وده وداك والتيشيرت ده الصغنن الجميل ده. والتيشيرت بردك ده تيشيرت الاهلي، تيشيرت الاهلي. والدرع بردك درع الاهلي. حلوه قوي، انا هاخد منك التيشيرت ده الماتش الجاي. اوكي اوكي. خلينا نبدا بمحمود. محمود اللي عايز ينافسنا اللي هيبقى مذيع. أيوة. ده لا طبعا هيقعدنا في البيت. انا عارف. محمود كلنا شفنا طبعا كلامك والحوار والحدث اللي حصل مع رئيس عبد الفتاح السيسي، قول لي احساسك ايه؟ انا احساس بالفخر طبعا، وانا طلبت ان انا ابقى مذيع، وابراهيم فايق حقق لي الحلم ده في حلقه عنده في البرنامج وكسرت الدنيا. كانت حلوه قوي الحلقه دي. انت محمود كلمني عنك الاول من البدايه، هل انت موضوع الاعلام ده كان في دماغك من وانت صغير؟ يعني احكي لي كده من اول ما بدا. لا هو اللي بدا معايا وانا صغير كنت عاوز ابقى رياضي جدا يعني. فاتجهت بقى للرياضه واكتشفت نفسي بقى في لعبه 100 متر جري و200 متر. 100 متر و200 متر. السنه اللي فاتت بقى الرئيس الاتحاد البشمهندسه امل خدتنا معاها في حفل قادرون باختلاف، واكتشفت ان انا ينفع ابقى مذيع. يعني السنه اللي فاتت اللي عرفت انك ممكن تبقى مذيع. فهي قالت لي انت مذيع شاطر جدا، وكذا حد قال لي كده، فقلت بقى يعني اجرب تجربه ونجحت الحمد لله. انا زيك على فكره، انا كنت عايزه ابقى مهندسه اصلا، وبعدين لقيت نفسي دخلت اعلام وكله قال لي ده انت يجي منك وينفع تبقي مذيعه. مذيعه شاطره جدا. ربنا يخليك. شهاده اعتز بيها. انت الاثنين شهاده اعتز بيها. تاليا. نعم استاذه تاليا، كلميني عن الحاجات اللي معاكي دي وموضوع الاهلي كده. اولا موضوع الاهلي ان انا فعلا كان نفسي اكون اهلاوي. حلو. انت اهلاويه اوريدي؟ انا يعني انا اهلاويه، كنت بشجع فريق الاهلي طبعا لان كنت بشوف التلفزيون. بصراحه كان الموضوع عجبني قوي، وكنت عارفه ان انا هكون اهلاويه، وقعدت ادعي ان انا اكون اهلاويه. فعلا دعوت استجابت ان انا اكون اهلاويه. بقول لك يا تاليا، انا عايز اسالك على حاجه. نعم. قولي لي دعوه ثانيه دعيتيها وربنا استجابها لك. دعوتي ان انا اكون مذيعه. ايه ده؟ انت دعيتي ان انت تكوني مذيعه؟ انت عايزه تبقي مذيعه ولا بتغني؟ هي بتعمل اوريدي برنامج على السوشيال ميديا. اغني. ايوه بس انا برضو عارفه ان انا عامله. ايوه عايزه اغني. ده لازم. طب تاليا بتلعب اي رياضه؟ كانت بتلعب سباحة بس وقفنا فترة. يعني بتغني ومذيعة وسباحة ما شاء الله، ودمها خفيف، ممكن تمثل اعتقد. جدا كوميدية. ودعوتها كوميدية مستجابة. ودعوتها مستجابة دي. ادعي لنا بقى النهار بدعوتين. طب قلدي لنا حد. قلدي لذيذ وزومبا، انت تحبي؟ اهلا وسهلا. اهلا. اوكي حاضر. انا لذيذ. انا زومبا. انا زومبا. متقمصه قفله والله. والله. والله نحكي. محمود احكي لنا عن اول مكالمه من النادي الاهلي بعد المؤتمر واستقبال النادي الاهلي ليك، حسيت بايه كده؟ هي كانت اول مكالمه بقى، كانت على الهواء مباشر. كانت في برنامج ابراهيم فايق. اوكي. اتفاجئت طبعا، انا عرفت ان انا خلاص في النادي بالمنشور، بس هما بقى كلموني في البرنامج،
طبعا انا كنت قاعد على كرسي المذيع كنت هطير من الفرحه، بس يا حبيبي بس يعني قلت ابان هادي، ابان هادي عشان البرنامج ما يبصش. جدع كده مذيع بجد. عارف يكونترول. تاليا لا استنى، احنا معانا على الشاشه لقطات لمحمود مع كابتن الخطيب. مين اللي كلمك؟ يعني احكي لنا كده تفاصيل اكتر. انت كنت في كابتن في خالد هو اللي كلمك. قال لك ايه بقى؟ قال لي محمود خلاص انت معانا في النادي، وحتى كمان سالني تحب تلبس رقم كام؟ يا نهار ابيض. قلت له رقم 10. اشمعنى رقم 10؟ عشان كابتن بيبو. يا حبيبي. مضالي هنا على على الراي. وتاليا كمان هي موجوده قاعده في القعده دي معاك. وتاليا عايز اسالك على حاجه. نعم. عايزاكي كده تكلميني وتحكي لي عن حوارك مع سياده الرئيس. اولا يعني انا لما شفت سياده فخامه الرئيس كنت فرحانه جدا، لكن في ساعه الحفله لما شفته قلت يعني انا كان حقيقي ان دي كانت امنيتي ان انا اشوف فخامه الرئيس واتحققت. يا حبيبه قلبي. طب تانيا انا 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 عندي خبر كده ويعني لازم اكلمك فيه. نعم. هقول عادي قدام الجمهور ولا هتتضايقي؟ لا اتفضلي. انا سمعت ان حضرتك نمتي على المسرح، حصل الكلام ده ولا ايه؟ حصل اكيد. حصل اكيد؟ بتاكدي ازاي نمتي على المسرح؟ افهمها دي ازاي؟ اولا صحونا الساعه 5 الفجر. يا حياتي شقيانه يعني. ها؟ ثانيا وده بدري جدا. طبعا 5 الفجر انا ما اقدرش اصحى. محدش يقدر يعمل كده. ها؟ يعني دي يعني ثالثا بقى. أيوة. في حاجه يعني الواحد بيبقى مرهق لما بيصحى الساعه 5 الفجر. حقك بصراحه، حقك. حسيتي ان انت هتنامي مالكيش دعوه باي حاجه حصلت جنبك. طيب انا لسه احنا لسه مكملين، بس عايزه اروح بقى لاستاذه هدى والده السكر تاليا. اولا برحب بيكي وبشكرك على وجودك معانا النهارده، لكن عايزه ابتدي شفتي ازاي مؤتمر قادرون باختلاف ووجود تاليا على المسرح؟ يعني اكيد انت عندك قصه مختلفه، حدوته مختلفه تماما. لا كانت فرحه كبيره جدا جدا، وهو كان قلق وفرحه، اللي هو هي فعلا هتقدر تأدي تبقى كويسه، وفرحه طبعا لما شفتها كده كسرت الدنيا. هي سكر لما نامت ما قلقتيش؟ ما بقوله انا كنت حاطه ايدي على قلبي. يعني بصي دورك مهم قوي، يعني في يمكن لسه كانت هند بتقول ان في اباء وامهات ما بيبقوش عايزين يظهروا اولادهم وبيخافوا من الحاجات والمواجهات. ايه التحديات اللي انت واجهتيها مع بنتك؟ لا هي حكايه الخوف ان هي تظهر، لا هي التاليه بتحب ان هي تظهر اصلا، هي بتحب لذيذة في المدرسه، بتحب تشترك في الحفلات، بتحب تدخل مسابقات، يعني هي بتحب كده، فانا حابه ان انا اشجعها على ده، تدعميها وتدعميها. بالظبط. مفيش اي صعوبات كانت بتواجهك خالص في كده ولا عامه؟ عامه لا، في كتير طبعا كتير، بس الحمد لله ربنا بيقدرنا. طب احكي لنا عن لقائها مع كابتن محمود الخطيب. بصي واحنا اصلا كنا في مع بصيره كنا لهم احنا من غير قطع كلامك تاليا. تاليا في الفيديو ده كابتن بيبو بيقول لها عايز عصير مانجا، قالت له لا. هو في ايه تاليا؟ ما كنتش معايا. ايه تاليا كنت تدي له بق يعني؟ ما حاليا انا كان عندي هي خافت علي. كان عندي برد. كنت تعبت يا روحي. كان عندي برد. فخفت الصراحه ان انا اديله عشان ما يتعديش. ما شاء الله النبي، في فكر يا جماعه، في دماغ شغاله. انا خفت بصراحه عشان ممكن يتعدي، وبصراحه بخاف على اي شيء بيحصل. يا روحي تخافي تاذي حد او تتعبي حد. النبي شاطره. كملي لنا بقى اللقاء مع كانت معانا باشمهندسه امل، وبالتالي بتعشق حاجه اسمها باشمهندسه امل. فعرفت ان هي رايحه لكابتن محمود. باشمهندسه امل رئيسه المهرجان، رئيسه الاتحاد. رئيسه الاتحاد. قالت لها انا جايه معاكي. باشمهندسه امل قالت لي طب خلاص لو تسمحي لي انا هاخدها وارجعها. فهي راحت مع باشمهندسه امل، قابلت كابتن الخطيب ورجعت بقى. فانا شفت الفيديو اصلا بعدها. هي مش بتحكي لي.
يعني هي مستقلة تماما. عايزة أقولك على حاجة، الأم إن هي تطلع طفلة واثقة من نفسها في سن زي ده، دي مش حاجة سهلة. أنا عايزاكي تقولي للأمهات اللي بتتفرج، إزاي قدرتي إن أنت تطلعي طفلة عندها هذا الكم من الثقة في النفس والكاريزما وخفة الدم؟ الحاجات دي كلها أنا متأكدة إن أنت عملتي حاجات عشان تطلعي البنت دي كده. هو برضو دعم من المركز، لان انا من وهي صغيره ما كنتش عارفه اتعامل قوي. فوديتها المركز من وهي بيبي. فكانوا بيعلموني ازاي اتعامل معاها وبيعلموها ازاي تعرف الدنيا، ويعني ده كان نقطه البدايه. وكانوا بيدعموني ويدعموها، فمشينا خطوه خطوه. وهم اللي كانوا بصراحه يقولوا لي لا، ما يعني تقع زيها زي الباقي. كنت خايف عليها زياده عن اللزوم. فابتديت بقى ان انا لا، لازم اسيبها تعتمد على نفسها. برافو عليكي. ممكن ده أميرة يودينا لكل اولياء الامور، انه اي حاجه مش عارف تعملها مع ابنك او بنتك روح اسال المختص. بالظبط. روح، انا دايما اقعد اقول الاطفال محتاجين طبيب نفسي حتى. صح. في المدرسه كل الاطفال محتاجين طبيب نفسي علشان يحكوا اللي بيحصل معاهم في المدرسه، والامهات محتاجه ده. يعني ما تشتكيش لواحده صاحبتك، هي مش هتعرف تفيدك، لكن الدكتور هيقول لك اعملي كذا، انت بتتصرفي صح. كلنا صح. محتاجين. والمراكز دلوقتي كمان لكل الاعاقات، يعني في تخصصات لكل الاعاقات، فبجد دعمهم بيبقى كبير جدا. ده حقيقي. ده حقيقي. طيب انا عايزه اروح لمحمود كده. يعني انت كنت بتلعب رياضه، وده كان سكتك الاول، وبعدين قررت ان انت تبقى اعلامي. مشتكي للرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي وحقق لك امنيتك. ما راجعتش نفسك خالص في موضوع الرياضه؟ لا انا طبعا موجود في الرياضه. يعني انا هبقى موجود في الرياضه والاعلام عادي، الاثنين مع بعض. حبك للاعلام تحديدا برضو يعني جه ازاي؟ ما هو زي ما قلت لك، جه من اول مشاركه ليا في قدرون باختلاف ثلاثة. طب انت وزاد بقى السنه دي. انت بدات رياضه امتى؟ في 2019، يعني مش من زمان. احكي لنا عن بدايتك بقى. كانت بدايتي يعني رحت نادي عندنا في البلد وقلت اكتشف نفسي، فاكتشفت نفسي في الجري 100 متر و200 متر، فحققت بقى بطولات كتير، والجاي اكتر بقى ان شاء الله. طب انا عايزه ارجع بقى لتاليا. استاذه تاليا، احنا هنرجع لتاليا في الفيديو الجاي. تاليا، احنا هنتفرج دلوقتي على فيديو ليكي من مؤتمر قادرون باختلاف مع بعض، وهنكمل مع حضراتكم. ايه بس ماشي، يعني بتحبي دينا قوي يعني؟ ماشي قوي وانا بموت فيكي. انا عشان اكتر يا روحي. النهارده معانا فيديو جديد وحلقه جديده من برنامج قادرون باختلاف. البرنامج جميل جدا وان شاء الله هيعجبك. الاول في حاجه اسمها في حفله بعد ايوه لازم نركز عشان ما ننامش على المسرح. بيقولوا ان الحفله دي لازم يكون فيها فساتين وحاجات جميله جدا، فانا قلت اعرض لكم فيديو جميل جدا وهيخرب الدنيا باذن الله. هيخرب الدنيا مع مين بقى؟ انت بتصوري مع مين؟ مين انا؟ عرفي بقى الجمهور. لان انا بصور فيديو مع الاستاذه دينا. الاستاذه دينا جدا دي بتحضر معايا الفيديو ان شاء الله. بتحضر معانا الفيديو كمان سندي وكمان نوران. هنخلي كل الناس تحضر معايا الفيديو، هيبقى جميل جدا باذن الله. هنشوف الحلقه الجايه جزء. تاليا، الفيديو ده انت كنت قاعده في الكواليس؟ ايه؟ الفيديو ده كنت قاعده في ورا المسرح في قدرون باختلاف؟ قاعده على سلم المسرح. وانا ودينا كنا بنعمل فيديو عن برنامج قدرون، لان في حفله كانت السنه دي، فقلت يعني اعمل برنامج مع دينا ومع ابراهيم فايق. يعني في حاجه انا عايزه اقولها لكم. يعني انا كان نفسي اكون كل شغاله مذيع. في برنامج قادرون طبعا. انا قلت لدينا ان انا اعمل برنامج قادرون. قالت لي ماشي، بس الحلقه الاولى انا عملتها معاها. ففعلا الحمد لله نجحت. نجحت الحمد لله. طب قولي لي بقى تاليا، عايزه تستضيفي مين في البرنامج بتاعك؟
اول خلاص الاولى والثانيه خلاص الثالثه الثالثه بعد اماكي انت يا روح انت يا نيه لا 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 ما اقدرش تفضلي يعني هنعمل ايه سوا انا وانت هنغني سوا ومين تاني عايزه تستضيفي مين تاني وهند يا حياتي يا حياتي يا ده انا يعني ارجوكي استضيفيني نفسي اي حد يستضيفني يا تاليا فما بالك لو انت طب احنا هنختبرك دلوقتي كمذيعه ماشي انت دلوقتي في البرنامج اهو وعايزينك تقدمي محمود الاول ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بيكم يا رب تكونوا بخير سعاده على بسم العزيز محمود احمد بطل مصر في العاب القوه معانا اهلا يا محمود اهلا يا تاليا عامله ايه؟ من غير اوتوكيو شغاله زي الفل الله اكبر شغاله مذيعه من غير اوتوكيو طبعا انت جاي عشان تقول لنا ايه الحاجه اللي انت كان نفسك تعملها؟ الحاجه اللي كان نفسي اعملها يا تاليا اني احقق ميداليه عالميه في الاولمبياد ان شاء الله ده كان سؤال حقيقي بجد يا محمود طبعا يعني احكي لي بقى عملت ايه مع كابتن محمود خطيب رحت بقى واستقبلني في النادي واداني العضويه واداني كل حاجه كان يوم تاريخي يعني الكلام ده انت شايفه يا محمود بجد بجد حصل بجد ما كنتش بحلم ممكن نسقف لها يا جماعه والله نسقف لها على الشطاره يعني طيب تاليا احنا عندنا فاصل دلوقتي زي ما انت كده قاعده باصه للكاميرا بتاعتك هتقولي يلا احنا هنطلع فاصل هتطلعينا الفاصل الجاي ده يلا احنا هنطلع فاصل ونرجع تاني دنيا كبيره ومش مستاهله تعفز على الأولون بنسى امبارح لو ضايقني وبعيش اليوم باليوم أنا ببسط نفسي بنفسي وبعرف أعيش ببساطة وأحب مش بشغل بالي وطول عمري بعمل للحزن سكبت أصل أنا أستاذ في الدنيا بنسى في الثانية وببقى تمام على طول لو يوم أزعل في ثواني أصفى وزعلي مش بيطول مبسوط علشان مبسوط وخلاص لا لا يا جماعة أيوة لا يا جماعة لا يا جماعة سقفوا يا أساتذة إيه تاليا الحلاوة دي يعني برافو برافو اغنيه اصلا اختيار الاغنيه والروقان أيوة ونسكيب الحزن صوتها طبعا يعني ايوه في اغنيه بردك يعني في جميع الاغاني بعرف احفظها شاطره جدا بتحبي مين من المغنيين يا تالي تحبي تسمعي مين وتحفظي لمين بحب اسمع المغني بقى سلطان يا حياتي حبيب قلبنا ده ايه ده ده انت ذوقك حلو كمان محمود عايزه اسالك على حاجه انت وتاليا كمان بس عايزه ابتدي بيك كل واحد فينا علشان يوصل لحاجه بيمر بحاجات صعبه مواقف صعبه في المواقف دي كلنا انا اميره اي حد بيقول لا انا مش هكمل او الفتره دي فيها ضغط عليا قوي فمش هقدر اكمل عايزاك تحكي لي كده قصه او موقف صعب عدى عليك قلت لا انا مش هكمل سواء في الرياضه او في الاعلام هو في موقف في الرياضه حصل معايا بس من قريب يعني احكي لي في كان المنتخب بتاع العاب القوه خلاص اتجمع واكتشفت ان انا مش في المنتخب فكان عندي فرصه تانية في منتخب تاني اسمه المنتخب الوطني بس تبع الاولمبياد الخاص وكده فلعبنا قالوا في بطوله اسمها بطوله المناطق لا بطوله المناطق لعبتها بتاهل لبطوله اسمها البطوله الوطنيه البطوله الوطنيه بتاهل لبطوله العالم في برلين حلو فانا لعبت كل ده عشان اتاهل لبطوله العالم في برلين وعملت افضل الارقام في البطوله وفي الاخر اكتشفت ان في الاولمبياد لازم نعمل قرعه عشان نحدد مين اللي هيروح البطوله اوكي مع ان انا افضل رقم في البطوله فتخيل افضل رقم في البطوله مش مسافر يا بسبب ان انت ما كنتش تعرف ان لازم قرعه القرعه ما حسيت يعني بايه ساعتها حسيت باحباط يعني حد عامل رقم اقل منه وهيسافر مكاني ليه طب فساعتها انا قلت انا مش هكمل بصراحه انا قلت لا خلاص انا كده خلاص وايه اللي خلاك تكمل يعني ايه اللي خلاك
ترجع تاني. العزيمه بقى وقلت لا. فقلت لا اكيد ربنا شايل حاجه احسن من كده وكملت، وادينا دلوقتي بلعب في النادي الاهلي. بالظبط شايل لك حاجه فعلا احسن من كده. طب انت حققت بطولات كتير في الاربع سنين اللي فاتوا، ايه اقرب بطوله ليك واهمهم بالنسبه لك؟ هي كانت يعني اكتر حاجه شايفها مهمه اللي هي البطوله اللي انا قلت عليها، وفي الاخر اكتشفت ان هي لازم قرعه عشان. لكن في البطولات اللي انت حققتها؟ في البطولات اللي حققتها كلها يعتبر بطولات محليه بس كلها مهمه يعني. كلها كله مهم. القصه اللي انت حكيتها القصه اللي هو حكاها دلوقتي وانه يعني لو كان يأس وما كملش. انا ساعتها دمعت لما سمعت ان في قرعه ودمعت، عرفت ان انا خلاص مش هروح. ده يعني ده درس لكل حد انه الفشل او الوقعه هي لازم تبقى موجوده. يعني انت لو يومها ما كنتش اتعلمت من الوقعه دي وقلت زي ما انت بتقول كده اكيد ربنا شايل لي حاجه احسن، ما كنتش هتعرف تشوف الاحسن. بالظبط. ما كنتش تبقى موجود النهارده في النادي الاهلي. بالظبط. فبرافو عليك. تاليا احكي لنا انت كده موقف او حاجه صعبه كده عدت عليكي وانت كده في الغنى، في التمثيل، في الاذاعه. لما انا كنت في ال ايوه سامعيني كيف انت في التمثيل كنا في العرض في مسرح ريفولي. ف يعني مسرح ايه؟ ريفولي. ريفولي. ف انا كنت بعمل مشهد بس المشهد كان باظ مني عشان المفروض في واحد معايا في المشهد، قصدي اتنين معايا في المشهد اللي هو ابو هدلب ويوسف. الاتنين بقى يعني هما غيروا المشهد بتاعهم. اوكي. فبعد كده المشهد باظ بس الحمد لله. شكرا لك يا رب. انا حاولت ان انا اعمل خطه بان انا احاول اعرف امثل المشهد بتاعي. بس كنت ببصله من جوايا. كملت المشهد للاخر. كملتي. كملت المشهد للاخر. كملتي المشهد رغم ان هم غيروا المشهد بس انت قمتي بدورك. مظبوط. برافو. دي كانت اصعب حاجه عدت عليكي ولا في حاجه اصعب؟ في حاجه اصعب وانا بقى في ال وانا في السباحه كنت بخاف جدا. كنت بكون قلقانه قوي. ايه اللي بيخوفك من السباحه تالي؟ اللي بيخوفني ان هما بينزلوني من غير عوامه. عشان تتعلمي التعوم. يا تالي ما هي سباحه. وانا بخاف من غير عوامه. كله على فكره كل الولاد كانوا بيخافوا وهما بيعوموا علشان كانوا لسه بيتعلموا. بس دلوقتي لسه بتخافي ولا خلاص؟ لا من ساعه ما كبرت بقى اتعودت وعرفت يعني ايه نتعلم. ايوه. نتدرب سباحه من غير عوامه. بالظبط كده. امال انا انما احنا بنتعلم سباحه ايه لو بالبورد يعني مثلا ضربات رجل. برافو عليكي. برافو عليكي. هدى كنت عايز اسالك على حاجه. شايفه لغايه دلوقتي في تعنت من بعض المدارس او النوادي بيقابلك؟ احكي لنا شويه. احكي لنا. هي تالي انا كان نفسي ادربها سباحه، احنا اعضاء في نادي السكه الحديد. وهما كانوا شايفين ان ما عندناش حد متخصص ليها ومش مستعدين لده. فاحنا عملنا مشاكل كتير عشان ندربها. بس طب اي لعبه تناسبها ما فيش لعبه تناسبها. فكنت بضطر ان انا ادور على نوادي تانية ورحت اماكن بعيده. بس انا اللي وقفتها لان انا ما قدرتش اكمل. ويمكن برضو قله خبرتي في الموضوع، ما اعرفش مين متخصص، مين النادي اللي بيدرب حالات زي كده. فجت كلها مع بعضها. وفي المدارس لما جيت اقدم لها في المدرسه برضو احنا لفينا كتير، في مدارس كتير ما قبلتهاش فعلا. يعني الطريق في الاول ما كانش سهل. لا. وانت اصريتي ان انت تتعلمي تعملي ايه وتمشي ازاي. برافو عليكي. وانا كنت حابه ادخلها مدرسه عاديه علشان ما تحسش ان هي مختلفه. يعني يا رب كل الامهات يبقوا زيك يا هدى والله. يعني احنا معانا بقى يا استاذه تاليا. لا معانا فيديو ليكي وانت بتغني مع كابتن محمود الخطيب. يا جميلة وحش يستهلا بتعبد عالأول بنسى امبارح لو ضايقني وبعيش اليوم اليوم أنا مبسوط لكن
هو واضح ان في حب وعشق للاغنيه دي. ها يعني طبعا 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 هي من اقرب الاغاني لقلبك صح. محمود بما احنا الراجل ده بقى هنختبره النهارده. ماشي. بما انك انت راجل مذيع هتبقى اول ضيف يجي البرنامج ده يسال المذيعات. احنا دلوقتي ضيوف. اتفضل اسال. الاختبار ده بقى ايه رايك بقى؟ ده اختبار لينا احنا حضرتك. اختبار اوعى تسالنا اسئله صعبه. يلا ليك تسالني سؤال تسال اميره سؤال. يعني بما انكم سالتونا ايه اصعب حاجه عدينا عليها فايه اصعب حاجه عديتي عليها؟ انت اصعب حاجه عديت عليها؟ سؤال صعب. اتفضلي يا استاذه هند. انا حاسه ان انا عملتها لنفسي. اصعب حاجه ان في وقت من الاوقات كنت قاعده من غير شغل وكنت حاسه انه خلاص كده انا مش عارفه اكمل مش عارفه ابقى مذيعه. كنت بشتغل في مكان المكان ده قفل فجاه فكنت حاسه ان انا خلاص كده الدنيا قفلت في وشي وما كنتش عارفه اروح اي مكان تاني. وقعدت كده 3 شهور مش بعمل اي حاجه غير ان انا بصلي وبدعي ربنا وبقول له يا رب اجعل لي مخرج شوف حل للي انا فيه دلوقتي ده وخرجني منه. وعملت زيك قلت انا هعمل اللي عليا ايا كان ربنا مش هيضيع تعبي وما ضيعش تعبي وبقيت زيك. نتيجتنا احنا الاثنين واحده بقيت في قناه الاهلي. ايوه واميره بقى سؤال تاني. اتفضل 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 يا فندم. يعني العكس ايه افضل لحظه عدت على حياتك كلها؟ يا محمود ده يعني لا حاجات كتير والله يعني الحمد لله حاجات كتير قوي. حاجه مهمه ما اقول ايه ما يعني هقول لك حاجه. انا يمكن توقفت فتره كده يعني ما كنتش بعمل حاجه خالص ولا بغني ولا بشتغل في مجالي كمذيع ولا بعمل اي حاجه. قعدت فتره كده وبعدين كنت هشد في القعده يعني كنت هقعد بقى واكمل وكده وخلاص بقى ستي ويعني وجوزتي ومعاكي عيالك تمام. بس اللحظه اللي حسيت فيها ان انا لا انا مش قادره اقعد وان انا اقدر اكمل واقدر اعمل اي حاجه في اي وقت انا عايزاه دي بالنسبه لي احسن فتره. ان انا رجعت كملت الحاجتين اللي انا بحبهم ان انا اغني وان انا اشتغل مذيعه حسب دراستي يعني. فده بالنسبه لي كان القرار المظبوط ان انا قلت لنفسي انت هتكملي انت مش بتاعه قاعده فلازم تكملي ولازم تفضلي. فدي بالنسبه لي احسن حاجه. كده جاوبت على السؤالين. كان في سؤال تاني اتجوزت على افضل الافضل واصلا هم الراجل ده مذيع شاطر قوي يعني والله العظيم. ايه افضل لحظه في حياتك؟ افضل لحظه في حياتي افضل لحظه كتير قوي. اللحظات يعني الحلوه كتير قوي. افضل لحظه هي اول حلقه ده بجد ده مش عشان احنا في قناه الاهلي بس عشان انا من وانا صغيره الاهلي عندي يعني مش عارف العيال اللي هم كانوا بيروحوا بقى يتفرجوا على الكوره والحاجات. ايوه ففكره انه وقفت وبيبو المخرج قال 3 2 1 في اول حلقه وشفت لوجو الاهلي هنا على الشاشه وبعده كان وشي فده كان بالنسبه لي دي كانت لحد دلوقتي احلى لحظه في حياتي. ثواني بس هو المخرج اسمه بيبو؟ اسمه بيبو. ايوه ده اهلي اهلي بقى اهلي. امال ايه احنا ما بنهركش دي حقيقة. ما ينفعش. برافو عليك والله العظيم يعني مذيع شاطر 10 من 10. ناوي تعمل ايه الفتره الجايه مع الاهلي؟ ناوي يعني اكسب كل البطولات اللي هتقابلنا طبعا. مفيش خساره. لا والشغل شغل جد بقى شغل. احكي لنا اكتر يعني شغل جد دي جمله يعني محتاجه شرح. هو الاول بس كده احنا يعني عشان انا في ثالثه ثانوي والسنه دي يا حبيبي فهنزل بقى هم حصتين في الاسبوع لكن بعد الثانويه هنزل كل يوم تمرين ما عدا الجمعه. انت عملت الخطه يعني حطيت ال هي ده السيستم اصلا بتاع النادي الاهلي. حلو نفسك تخش ايه؟ فكرت عايز تخش ايه؟ كليه؟ اهلها؟ اكيد. اصل على فكره يعني مش كل مش شرط يعني ممكن تكون بتحب حاجه تانية بس انت عايز تشتغل مذيع. ايوه بس انا يعني انا حابب ادرس اصلا الشغلانه دي مش حابب ادخلها كده. فاهمه. حلوه قوي. تاليا لا ممكن اسالك سؤال هو بعيد شويه بس معلش يعني ممكن تقولي لي جد قوي اتفضلي جد قوي يا استاذه تاليا جد قوي ممكن تقولي لي وانت قاعده مع كابتن بيبو كابتن الخطيب ايه اكتر حاجه حسستك ان انت فرحانه كده وحسيتي ان انت فخوره بنفسك؟ يعني اللي انا حابه اقوله ان انا كنت فخوره جدا 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 جدا
تاني اللي انا شفتك خرابي. لكن في حاجه ان انا اقولها، ان اصلا الكابتن محمود الخطيب دون رئيس مجلس نادي الاهلي طبعا، يعني انا كنت لسه اتدرب اكون بطل السباحه في نادي الاهلي. يا حبيبتي على فكره نجرب ونشوف، وادينا بنعمل محاوله تاني ونشوف ممكن تعملي ايه في السباحه. يعني نفسك تتمرني سباحه؟ طب يلا ان شاء الله هنشوف وهنشوف ونظبط مع مامي ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. طب انا عايزه، انت دلوقتي مذيعه شاطره جدا وبتحبي تغني جدا، بتعملي ايه تاني في حياتك؟ يعني تاليا كده وهي فاضيه بتقعد تعمل ايه؟ وانا فاضيه تحبي تعملي ايه تاني؟ مثلا بقعد اعمل حاجات بالصلصال، بعمل دايره، بعمل اشكال، بعمل شكل كوكس، بعمل حاجات جميله جدا يا حبيبي. 24 ساعه بنغني، 24 ساعه بنغني. طب انت مش عايزه طب تتمرني غنى يا تاليا؟ عايزه اتمرن غنى. طب ليه ما تروحي تقدمي في الاوبرا؟ ما الاوبرا قالوا لي لازم تغني ام كلثوم وحاجات، بس انا مش حافظه الاغاني بتاعت فيروز. لا انا هشوف لك حد كويس في الاوبرا، عشان كنت وانا صغيره في كورال الاطفال اشوف لك حد، مش هتغني ام كلثوم يعني، لما تكبري شويه تغنيها، هيراعوا برضو ان انت طفله وهيدوكي اغاني حلوه، ايه رايك؟ اوكي كده ماشي. مادام كده ماشي موافقة. كده ماشي موافقة. هدى آخر سؤال عايز أسأله لك، كل أولياء الأمور بيواجههم حاجات صعبة جدا مع أولادهم، أو كتير مثلا ما بيودوش أولادهم التمرين لأنه مسافة وكذا، مشاكل في الدراسة، عايزاكي تقولي أصعب لحظة مرت عليكي من أول ما تاليا اتولدت لحد دلوقتي، لحظة كانت تقيلة عليكي قوي كأم. لا هي أصعب لحظة لما عرفت حالة تاليا دي ما تتوصفش، مش عارف اوصفها. انا اخدت الطريق من عند الدكتور بتاعها لغايه البيت، هي دماغي نازله بس انا مش حاسه ان انا بعيط، انا مش حاسه بحاجه، انا ماشيه كده بس. بتتمني ايه في اللي جاي؟ بتمنى اشوفها ناجحه اكتر من كده، ده طبعا ما شاء الله ما شاء الله. لا انا في حاجه بس هدى وانا بكلمها في فاصل بقول لها انت بطله وكده، بتقول لي تفتكري، يعني سؤال مش في محله خالص، انت لازم بجد بجد يعني احنا بنقول لك اهو دلوقتي احنا فخورين جدا بيكي، ولازم انت تبقي فخوره بنفسك، انت بتعملي بجد حاجه بطوليه. بقول لك في امهات كتير حتى ما بتفكرش انها تودي ولادها اي حاجه، فاللي انت بتعمليه ده لازم تبقي حاسه بقيمه نفسك وقدرك، ان انت بتعملي عمل بطولي وعندك مسؤوليه حلوه وانت قدها، وكفايه ان انت مطلعه ما شاء الله يعني حاجه بالخفه بومبونيه فاهمه، والثقه دي، فبرافو احنا بنحييكي بجد. ومامة محمود يعني الحقيقه الام اللي مبدئيا محمود ممكن عكسك، انت شاب زي القمر ما شاء الله يعني ما شاء الله، انت فعلا لازم تبقى مذيع. ايوه لكن والده محمود الحقيقه اللي طلعت شاب بالنضج ده وقاعد ثابت في مكانه، مش قاعد كده بيفرك، لا راجل تقيل ثابت. أيوة بنحييها جدا جدا، وهي اكيد واجهت صعوبات كتيره جدا جدا في المشوار ده. جه دور ان انت تختم الفقره يا مذيع، اتفضل الكاميرا بتاعتك، كاميرا واحد. ودلوقتي خلصت فقرتنا مع برنامج الحريفة، وإلى فاصل إعلاني واستنونا بعد الفاصل.